الفرصة التي سنتكلم عنها اليوم هي فرصة غالية، فإن الإنسان في البرزخ يكون دائما بانتظار أن تحب نسائم هذه الفرصة عليه. إنها حسنات رائعة مفعولها يستمر إلى ما بعد الوفاة، لأن الإنسان قد زرعها في حياته وهو الآن يستفيد منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الوقف صدقة جارية. أوقاف كعمارة أو أرض أو أي مال جعلت نفعه يجري للناس. صدقة الجارية كالعقار المدر، يعطيك حسنات كثيرة ودائمة في نفس الوقت، وأبوابه كثيرة، ولكن الذكاء هو أن تقتنص فرصة فيها حسنة جارية. يعني إذا وجدت صدقة يمكنك أن تجعلها دائمة فهذه فرصة لا تفوتها. السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله وجه الخير وأهل الخير. العطايا والهبات والمنح ما تتيسر، فإذا ذكر لك وقف، وخاصة إذا كان بعد في المكان في مكة المكرمة، فأرمي ولو بسهم واحد، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ارمي ستجده يوم القيامة جبال. شفت الجبال؟ أعظم من هذه الجبال يوم القيامة حسنات. الجمعية الخيرية، جمعية البر الخيرية في أبي عريش، أنشأت وقف الوالدين، وقف مصرح ورسمي وأرقام تجدون تحت هنا. فقدموا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله. صلى الله يوفقكم ويجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. والله الله أنا أبخل، ومن يبخل فإنما يبخل نفسه. بالمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج ارتق. شعارنا ورث مصحفة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، وذكر منها أو ورث مصحفا. هدفنا إهداء 1,000,000 مصحف للمسلمين في أرجاء العالم. قيمة العناية بالمصحف 5 ريالات فقط. كن داعما معنا وساهم في النشر. للتواصل فكرة أقترح على مكاتب الدعوة تطبيق الفكرة هذه، وهي وضع طاولة دعوية بعد صلاة الجمعة، ويتم التنسيق مع خطيب الجمعة بحيث يحث الجماعة وينبههم على أن في كتب للجاليات مناسبة للخادمات والسائقين الغير مسلمين، والكتب تدعوهم إلى الإسلام. طبقنا فكرة لله الحمد، وفيها نفع عظيم عظيم، وبشركم فيه عدد كبير أسلم بسبة هذه الكتب. فاقتراح على مكاتب الدعوة تطبيق هذه الفكرة، الله يجزاكم الجنة، انشروها ولكم أجر إن شاء الله من يطبقها بإذن الله.